موجز لأهم الأنباء من قناة الجسر الفضائية، حياكم الله. ارتقى 9 شهداء وجرح آخرون في بلدة مسرابة بريف دمشق جراء قصف من طائرات النظام. في المقابل دمر الثور وعربة شيلكا لقوات النظام في منطقة المرج، ودارت اشتباكات بين الطرفين على جبهات بلدة زبدين. وفي دمشق تجدد الاشتباكات بين جبهة النصرة وقوات النظام على أحد المحاور شمال مخيم ديربوك. شن الطيران الحربي أكثر من 10 غارات على مدينة الرقة استهدفت منطقة الجسر القديم وفرع المرور ووسط المدينة، ما أدى لسقوط جرحى مدنيين، في حين أصاب صاروخ سيارة مدنية كانت متوقفة أمام مشفى الحياة، ما أدى لاستشهاد جميع من فيها. من جهة أخرى، استهدف تنظيم الدولة بسيارة مفخخة حاجزا للميليشيات الكردية في قرية الظهرة جنوب سلوك بريف الرقة. قصف مقاتلو جيش الفتح تجمعات لقوات النظام في قرى عطشان وسكيك ومعان بريف حماة، وتمكنوا من تدمير 3 دبابات واغتنام 2 على جبهة الحمراء، وقتلوا 12 عنصرا من قوات النظام هناك. كما دمروا سيارة تحمل ذخيرة على جبهة الجبين، واستهدفوا حواجز الحماميات والعبود بالمدفعية الثقيلة. اندلعت اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام على محاور جب الأحمر وكفر دلبة وقلعة ترتياح وقرية عين الجوزة بريف اللاذقية. تمكن الثوار خلالها من تدمير عربة شيلكا وقتل 5 عناصر، كما تصدى الثوار لمحاولة تقدم عناصر النظام على محوري عرافيت وسلمى، في حين شن الطيران الحربي الروسي غارات على مناطق الاشتباك. تمكن الثوار من تدمير عربة شيلكا ودبابة واغتنام أخرى على جبهات سنيسل والمحطة بريف حمص، كما استهدفوا براجمات الصواريخ أحياء المهاجرين والزهراء والأرمن والسبيل بحمص، وحققوا إصابات مباشرة فيها، فيما توغلت قوات النظام المدعومة بالميليشيات الإيرانية وسلاح الجو الروسي على جبهة تيرمالا. يجري وزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة والسعودية وتركيا محادثات في فيينا اليوم لبحث الوضع في سوريا. وفي سياق متصل، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني هاتفيا عددا من القضايا الإقليمية في مقدمتها تطورات الشأن السوري. نهاية الموجز، بأمان الله.